السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رح أعرض أنشطة كتير ومتنوعة للأطفال بعمر الـ4 سنوات. ليش هذا العمر بالذات؟ لأنه بغض النظر طبعا عن الدراسات والأبحاث والمناهج التعليمية اللي شرحت عن أهمية التعليم بهاي المرحلة، لأنه ببساطة الطفل بهذا العمر هلأ لازم يكون دخل على الروضة، لازم يكون هلأ KG1 والسنة الجاي KG2. هاي المرحلة، مرحلة رياض الأطفال، هي مرحلة تأسيسية مهمة بتبنى عليها الدراسة بعد هيك. ولأنه هلأ وقت الكورونا وأغلب المدارس ورياض الأطفال مسكرين، فالمسؤولية هلأ بتقع على الأم في تعليم طفلها وتثقيفه. لهيك عزيزتي الأم حضرت لك أنشطة متنوعة وجميلة جدا ومنزلية بتكلفة كتير قليلة، رح تساعدك لحتى تعلمي طفلك في المنزل والتربية على كل هاي الأشياء اللي المفروض يخدها في مرحلة رياض الأطفال. طيب هلأ الطفل بهذا العمر شو لازم يتعلم؟ لازم يتعلم الأحرف سواء عربية أو إنجليزية، كابيتال لتر أو سمول لتر، يسمع صوت الحرف يميزهم، لازم يعرف الأرقام، الألوان، يعرف يكتب اسمه، يعرف الأشكال مثلا. تمام، هدول طبعا طلعتهم من موقع توينكل شو لازم يعرف الطفل في مرحلة البري كي جي، يعني مرحلة تقريبا رياض الأطفال. تمام، رح أحكي لكم عنهم فيديو تاني إن شاء الله. طيب هلأ نبدأ بالأحرف. أنا بحب أبلش الأحرف بالبطاقات المصنفرة. ليش البطاقات المصنفرة؟ البطاقات المصنفرة بتعلم الطفل طريقة كتابة الحرف، يعني حرف الواو مثلا هيك بنكتب. تمام، إحنا بنعلم الطفل يحط إصبعين الوسطى والسبابة على الحرف ويحسه، فهيك بينكتب. تمام، هلأ ممكن طفل ما تعلم طريقة كتابة الحرف، ممكن يكتبه هيك، ممكن يكتبه هيك أبصر، يعني طريقة مختلفة. تمام، هاي حرف العين مثلا، ممكن طفل يجي يكتبه هيك، مزبوط. فالبطاقات المصنفرة بتعلم الطفل طريقة كتابة الحرف، يعني إذا تعلم يمرر إصبعين الوسطى والسبابة على الحرف هيك، عمره بحياته ما رح يكتبه إلا هيك. تمام، طيب سواء الأحرف العربية أو الأحرف الإنجليزية، بفضل طبعا الأحرف الإنجليزية، نبدأ بالحروف الصغيرة السمول لتر بعدين الكابيتال لتر، والحروف العربية نبدأ بالحروف المنفصلة بعدين المتصلة. تمام، هلأ عرف الحرف، بعد ما عرف الأحرف بدنا نحاول خليه يحاول يكتب هاي الأحرف. فأنا طبعت هون من موقع توينكل، وأتوقع هدول كمان من موقع توينكل، الأحرف العربية والإنجليزية. تمام، هلأ هدول الأحرف طبعتهم وغلفتهم بتجليد شفاف. هلأ ممكن بالبيت تغلفوهم تغليف حراري أو تجليد شفاف. تمام، بنجيب قلم الوايت بورد وبنخلي الطفل يكتب الحرف هيك، وبس يخلص بالفاينل بمسح اللي كتبه. تمام، هيك بتمرن على كتابة الحرف، والورقة هدول بضل عندك أطول فترة ممكنة، يعني بتمرن عليهم لحد ما يتعلم ويصير يكتب الحرف منيح. تمام، طبعا هون عندي غير الأحرف، عندي الأحرف الإنجليزية كلها، عندي كمان مثلا الأشكال، هدول لقيتهم نفس الفولدر هذا، وعندي أرقام، كلهم بنجلدهم تجليد شفاف وبنخلي الطفل يكتب عليهم بقلم الوايت بورد. هاي كمان الأحرف العربية كلياتها. هاي الطريقة كتير بتساعد الطفل على إنه يتعلم الكتابة. طبعا إحنا ما بدنا ننسى التمارين اللي بتسبق عملية الكتابة، مثل مثلا النقل، نقل الجاف، النقل الرطب بأنشطة المونتيسوري، مثل المقاس، اللضم، الملاقط، هاي كلها التمارين بتساعد على تقوية عضلات يد الطفل لحتى يمسك القلم بطريقة صحيحة ويحاول يكتب. تمام، عندي هون كمان هدول البطاقات اشتريتهم من المكتبة جاهزين، برضو بنقدر نكتب عليهم. تمام، وبس يخلص الطفل بنمسحهم، وفي معهم كمان كلمات وصور بتدعم هذا الحرف. هلأ هون خلصنا الأحرف. تمام، هلأ إذا الطفل اتعلم الأحرف وأتقنهم كاملين، ننتقل للمرحلة اللي بعديها، وهي
تكوين كلمات من هاي الحروف. لهيك عندي بطاقات هنا، هدول طبعا باللغة الإنجليزية بطاقات، برضو طبعتهم هدول من موقع توينكل. الفولدرات المجانية هدول مثلا، هدول كلمات مكونة من 3 أحرف، مثلا هون عندي كلمة بق، تمام؟ بنجيب الأحرف هدول، طبعا قصيتهم، طبعتهم أنا وقصيتهم، هيهم طبعتهم لحالي بالبيت، كتبتهم أنا، عملتهم على الوورد وطبعتهم وقصيتهم على شكل مربعات، تمام؟ هلأ ممكن الطفل يجيب الأحرف ويحطهم هيك. طبعا هون إذا لسه الطفل ما بيكتب بشكل جيد، إذا بيكتب مثلا بقدر بقلم الوايت بورد يكتب، تمام؟ وبنفس الطريقة بس يخلص بيمسح، بضل عندك هذا النشاط لوقت كبير كتير، تمام؟ فأول طريقة إذا ما بيعرف يكتب منيح بنجيب له هدول القصصات وبنخليه يحط أحرف هدول الكلمات. طبعا ضابط الخطأ عندي هو الكلمة، أنا كتبتها هون بالرصاص، تمام؟ هون ضابط الخطأ، فبلف الورقة بعد ما يحط الأحرف أو يكتب، بلف الورقة بشوف هو كتب صح ولا خطأ، تمام؟ هذا نشاط جدا حلو جدا مهم. طبعا في زيهم قصصات باللغة العربية، صراحة مش ذاكرة أنا من وين طبعتهم، بس أتذكر بحط لكم إياهم بصندوق الوصف، قصصات للأحرف العربية المتصلة هون طبعا، لأنه العربي لما نكون فيه كلمة رح يكون متصل. طيب في عندي الفلاش كارد، هون كمان ممكن نعلم الطفل أشياء باللغة الإنجليزية، مثلا هدول بكون الطفل عارفهم باللغة العربية، هون بنعلمه إياهم باللغة الإنجليزية. طبعا الصورة لتدعم الكلمة ولتدعم الحفظ عند الطفل. في عندي كمان نفس الفلاش كارد بس حجم أكبر، هدول طبعتهم من موقع أجنبي، رح أحط لكم رابط الموقع بصندوق الوصف. طيب عندي كمان المشاعر والأحاسيس، هدول بطاقات غلفتهم برضو بالتجليد الشفاف، هدول علمتهم لطفلي المشاعر والأحاسيس، علمتهم لطفلي باللغة العربية، هلأ صار وقت أعلمهم لطفلي باللغة الإنجليزية. طيب في كمان الشهور والأيام، برضو عملتهم على شكل بطاقات، ممكن نعلم الطفل ونحكي له مثلا ماما اليوم كذا، شهر كذا، تمام؟ ضروري نحكي له ماما انه اليوم كذا، وفي الاسبوع مثلا 7 أيام وهم كذا وكذا وكذا وكذا. بنعلمهم للطفل بالاول بالعربي بعدين بالانجليزي. انا بالعربي علمتهم لطفلي حسب بطاقات جليندومان، وهلا طبعتهم بالانجليزي. بشكل عام موقع توينكل اغلب البطاقات اللي فيه باللغه الانجليزيه، في بالعربي، بس الأنشطة الأكثر والأحلى وهيك متنوعة بتكون باللغة الإنجليزية. طيب هلأ بالنسبة للأرقام، لازم الطفل يتعلم الرقم ككمية بالأول قبل ما يتعلم شكل الرقم، تمام؟ فعندي هون أنا مجموعة عيدان خشبية ملونة، تمام؟ ممكن طبعت هون بطاقات، ممكن نجيب البطاقة ونحط جنبها عود خشبي بيمثل كمية هذا الرقم، تمام؟ فبنعلم الطفل الكمية، ممكن نعلم الطفل الكمية قبل الرقم، وممكن نعلم الطفل الكمية مع الرقم زي هيك، تمام؟ مثلا 22 بنجيب 22 رقم. طبعا بالأول بنعلمه الأرقام من 1 لـ10، بعدين الأرقام اللي أكتر من هيك، تمام؟ طبعت هون أنا من 1 لـ30. إذا الكمية بعدين الرقم، أو الكمية مع الرقم، تمام؟ طيب في عندي بالنسبة للأشكال أو قبل الأشكال، مثلا هون هدول قلت لكم عنهم فيديو قبل هيك، طبعتهم من الموقع الأجنبي اللي قلت لكم عنه، طبعا بس هون باللغة الإنجليزية. في كتير شرح عن حيوانات مختلفة، أشكالها، وين بتعيش، شو بتاكل، كيف شكل جلدها. في عندي هون الأشكال،
برضو لازم نعلم الطفل الأشكال بهاي المرحلة. هدول برضو طبعتهم من موقع توينكل، موجودين ملونين، بس أنا طبعتهم بالأبيض والأسود. هاي كل شكل اسمه باللغة الإنجليزية، شكله وأشياء يعني مثل هذا الشكل، كتير رائع. وكمان طبعت هدول البطاقات لأقدمهم لطفلي حسب طريقة جليندومان، برضو أسماء الأشكال. هدول هلأ الأشكال الـ2D مثلا، هون الـ3D، المكعب، المثلث أو الهرم الأسطواني، وهيك شغلات كمان بنعلمهم للطفل بالأول باللغة العربية وبعدين باللغة الإنجليزية. تقريبا هيك أنا خلصت كل الأنشطة اللي عندي لليوم. حضرت لكم كمان أنشطة تانية، وأنشطة كتيرة ومتنوعة كمان ممكن أقدمهم للطفل بهاد العمر. فاستنوني بالفيديوهات الجاي، بتمنى أكون أفدتكم بهذا الفيديو. ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع أمهات تانيين، يعني هيك بلكي استفادوا وتشجعوا على أنهم يعلموا طفلهم منزليا لحد ما إن شاء الله تعدي هاي الفترة، فترة الكورونا، ويرجعوا الأطفال لمدارسهم ولروضاتهم. نهاية الفيديو، شكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.